نريد أن ننقل لكم صورة ماذا يفعل به الأطفال بهذه البلد، يلعبون على أنهم أمن ومتظاهرين. هذا حالنا في البلد، هذا صار لعبهم كأننا في هذه البلد. الأبناء تمثل الأمن ويمثلون المتظاهرين على أنهم أمن ومتظاهرين. انظر هذه لعبهم. هكذا صار لعب الأطفال عندنا في هذه القرية، أمن ومتظاهرين. ينقلون لكم الصورة الحقيقية، لم نحضرهم ولم ندبلجهم. هذا واقعنا في هذه البلد، منهم من يلعب دور الأمن ومنهم من يلعب دور المظاهرين. انظر هذا الطفل، هذا انظر انظر طفل. هكذا يلعبون عندنا في البلد، وهذه هي الصورة الحقيقية للأمن. شوف هالشبيه الصغير.